رفوف فارغة في المحلات التجارية وسط غزة، والتجار يشتكون ضيق الحال وسط نقص حاد في المواد الأساسية. الحرب والحصار المفروض على القطاع المنكوب منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي أنهك كاهل التجار والغزيين على حد سواء. الناس لاجئين من الشمال للجنوب، ما فيش الماوى، فيش الماء، فيش المواد تغطيهم. بعدين لو استمرت الحرب علينا مش هتلاقي ولا حاجة. الناس هتضطر، يعني هتضطر ما تلاقيش حتى الطين كلها، يعني وضع سيئة للغاية. والدكاكين هنغلق الدكاكين يعني. حياة خالية من الحياة يعيشها أهالي غزة، لا ماء ولا غذاء ولا وقود ولا أدوية ولا مستشفيات ولا مأوى، وحتى المال إذا توفر بلا معنى مع عدم توافر أي شيء لشرائه. بلالي يا بلالي قربت الأربعينية، أي البلالي سامع المين؟ أي البلالي يا بلالي؟ لا متوفر لنا أكل ولا متوفر لنا مية ولا متوفر لنا غطاء ولا متوفر لنا، يعني كل الخدمات ممحية من غزة يعني. وتزامناً مع توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية ومع موجة النزوح الهائلة جنوباً، تتزايد مطالبات المنظمات الإغاثية بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى سكان القطاع، مع تحذيرها من وضع إنساني يزداد كارثية. فهنا أرفف خالية من الغذاء، وهنا ازدحام للحصول على سكبة من الطعام، وهنا الآلاف ينامون في خيام ممزقة مصنوعة من القماش أصلاً لا تقي أو تحمي من برد الشتاء القارس.